الصباح دوزنا العربية والاجتماعيات. العربية دوزناها مزيانة، دازت سهلة. من الاجتماعيات دوزنا مزيانة، غير شي دروس مثلا في المقالة حطوا شي جوج دروس واخا هما متابعين، ولكن فهمتيني ما قريناش كيفاش نربطوهم وكذا. وفي التربية على المواطنة جات فهمتيني نخدموا على خطاطة ما خدمناش عليها في المدرسة باش نعرفوا شنو نديروا. صافي هادشي اللي كاين. فرونسي وتربية إسلامية داكشي ساهل، وغدا ندوزو داك فيزيك والماط وإزبيت، ساهلين داكشي. دوزنا مزيان، العربيه كانت سهله، الاجتماعيات هي كانت مزيانه، التاريخ المقاله داكشي مزيان، جغرافيا، التربيه على المواطنه عطانا داك الخطط الصعابين وقال كنرقموا شي حوايج وصافي. والعشيه؟ العشيه عندنا فرنسي وتربيه اسلاميه، فرنسي سهله حتى هي تربيه اسلاميه سهله، ولكن مصابين ما عطاونا شي حاجه صعيبه وصافي، داكشي خارج الاطار وصافي. لا الاجتماعيات اللي دوزت شويه صعيبه، والعربيه دوزت سهله بزاف، حطونا سهله بزاف. غير الاجتماعيات اللي عطاونا صعيبه شويه حيت كانت في المقاله، داك المقاله خصك يحكي حطونا جوج اش كيسميوها هذوك جوج دروس خصك تلصقهم بعضياتهم وداك الشيء، فداك الشيء هذاك اللي جانا صعيب في الاخر، وحطينا واحد الميبيان حتى هو كيكون صعيب وداك الشيء فندوز داش مزيان. الاشياء خادمين ان شاء الله، الفرنسي والاسلاميه تاعهم خادمين ان شاء الله. دوزت العربيه مزيانه بحال هكا، دوزت المهم دوزت فيها مزيانه، واخا ما خلاونا نقلو ما والو، المهم دوز مزيان كنت حافظ شويه وكذا. والاجتماعيات عطاونا صعيبه صعيبه بزاف، ما خلاوناش كاع، المهم ما نجيبوش في الاجتماعيات ما نجيبوش فيها مزيان. وبالنسبه للعشيه؟ العشيه كنظن ما نجيبو مزيان، ما عرفتش، قدو يرخفونا قدو ما يرخفوناش. السلام عليكم. الحمد لله كان كلشي في المستوى، اللي خدم راه نورمالمون داكشي كان الحمد لله ساهل بزاف، ونتمناو داكشي الاخر حتى يكون ساهل بزاف ان شاء الله. وهذا ما كان الحمد لله كان صافا مزيان، كان واحد السؤال شويه صعيب في التربيه المواطنه، مي غالبا زعما داكشي كان في مستوى الحمد لله مزيان، كان داكشي مزيان وهذا في المتناول، كانت صراحه راسها كانت مزيانه داكشي. امتحان داز مزيان وهادي، حيت كان داكشي ساهل، داكشي كان داكشي قريناه وصافي. بالنسبه للعشيه موجود؟ التربيه الاسلاميه موجود. لا فرنسي مزيان، موجود لا مزيان. هي حافظ غير ما عرفتش حدا منطيق شاسي بزاف فيها صافي. امتحان كان طول شي شويه والوقت ما كفانيش، ولكن داكشي اللي عرفته حطيته ما نقلتش حيت ما يمكنلكش نقل. الحراسه ما كانت صعيبه، ولكن ما خصكش نقل حيت لا عرفتي غديرو زعما، ما ماشي ما عرفتيش دابا تتعلم صافي. داكشي اللي عرفته حطيته في الورقه، حطيت ورقتي خرج، يعني ما حضاونا شي حضيه خايبه، ما دارونا شي، ما تعاملوش معنا مزيان، تعاملوا معنا مزيان الصراحه صافي. هادشي اللي كان. بالنسبه للعشيه؟ بالعشيه غادي تكون سهله، غندوز مزيان علاش لا، حفظت مزيان وجدت مزيان غنجيب مزيان. الصراحه التربيه المواطنه صعيبه، ولكن درنا المجهود ديالنا. ها هو كان معايا في القياسم ورانك، الله يسهل عليك خويا ياسر. اجا خويا ياسر بان معايا ما تبانش. المهم دوزنا مزيان ان شاء الله، دابا عندنا الفرنسي والماط يمكن، المهم غنتغرين على الله. لا عندكم فرنسا وتربيه اسلاميه؟ فرنسا وتربيه اسلاميه، المهم اللي ليها ليها ان شاء الله. هاد العام التالت ان شاء الله نربحها يا ربي يا رب صافي الله يعاونك. المهم الاجتماعيه تنجيبو ان شاء الله زيرو وصافي. وبالنسبه للعشيه؟ ان شاء الله نجيبو 20 حافظه لهم. وما تنساوش ديروا ابوني لقناه فاش تابعه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.